من صغر سني جيتو مدحته في النوم ورأيته، انا قصد اروح له يا مراكبي عديني البحر يا مراكبي. لا 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 يا شيخ سلام، حد غندي يفهم ابوك؟ ما يصحش. اصلي فرحان يا شيخ العرب، دخلوه يقعد لوحده هيك لعيب، ما يصحش. عيب على مين يا شيخ بكري؟ هو هيك لعيب وسط الرجاله؟ رجاله الصحبه ما امروش كبار. شيخ سلام يغني يرقص هو حر، وانت تقعد مطرحك مستني منه الرضا والامر. ده الشيخ سلام والد الشيخ يوسف الهواري. خلاص يا ابوي، الكلام باين، فهمت. ولو مش كنت قاعدة صدر المجلس تاخر ورجع ورا، القاعدة هنا الكبار، ارجع. كمل يا شيخ سلام، مدحته في النوم ورأيته، كمل يا حبيبي كمل. لا هنام شوي عشان اتحدث مع ابوه. نعم نعم. اخوش اتحدث مع ابوك جوا. خش خش جوا. عايزك تبلغ تعازينا للشيخ العرب وتشوف حاله كويس. بص جوه عينيه، بص كويس قوي وشوفهم باصين لفين يا محمد. تمام يا فندم. وجسر لي نبض صالح بيك كمان، اعرف اذا كان معانا ولا مش معانا في المكان. وايه اللي جاي سيدنا بيك؟ استاذي ابراهيم بيك على وش قبر، وبعديها هتحصل مجازر، محدش فينا عارف مين راسه هتفضل في الكتافه ولا. بلغ تعازينا الهمام وشوف ولاد عمه، اقعد معاه والقريب منه اعرف ايه سكته بالظبط، وارجع بسرعه يا محمد، محدش عارف الايام اللي جايه هيحصل فيها ايه. عظم الله اجرك يا شيخ العرب. شكى الله سعيكم يا بيه. تفضل. اسمه ايه من سهل ابراهيم بيه الكريم؟ محمد ابو الدهب يا شيخ. نورت الصعيد يا محمد بيه. صدكم وصل المحروسة، وتأكد عزكم لما شفنا العزرة والقوة بعينينا يا شيخ. لو الناس الكثيرة دي احنا طبعنا كده يا بيه، نتلموا في الأفراح والأحزان وقتها، بس بعد كده نتفرجوا على طول. احنا أهل سلام يا بيه، نقعد في الظل في الصيف وتحت الشمس في الشتاء. ده تواضع كبير يا شيخ العرب، ده انت ملك الصعيد. استغفر الله يا بيه، الملك لله وحده واحنا عبيده. يعني مش تحكم كل الصعيد وهوارة يا شيخ؟ حكم ايه يا بيه؟ انتم اهل الحكم. انا زي ما تقول كده اللي مصدرينه للمشاكل. يعني حد عايز كده يتغلي، حد عايز يرد مرته، حد عايز يفش غله فيه، حاجات زي كده يعني. عموما لو هتحتاج لمماليك يأمنوا طريق معزين أو حتى يكونوا في مساعدتك، إحنا تحت أمرك بدل الهربانين الخايبين. واللي هيهرب ده يجيني عشان أحميه ولا هو اللي يحميني؟ أنا صحيح مش أهل سيوف ولا لينا في الطعم، لكن إحنا أهل أمانة يا بيه، واللي هيتحامى بينا هيدوق الأمان. الأمان ليكم في إنهم يرجعوا يا شيخ، إحنا لينا صرفة مع بعض. مرحبا. خليكم في خيركم وسيبوا المماليك يأدبوا بعض الأحسن. السيوف خوانا، ولا نقبل لأصدقائنا الدخول في تخبيطها يا شيخ. وأنا ما ردش مستجير يا أبو الدهب، سعيكم مشكور. تعازي إبراهيم بيك وعلي بيك أكابر مماليك شيخ عرب ونصايحهم. تعازي بس هي اللي مقبولة،
لو عاوز تاخد لفه كده تطل على صوامع الجمح وشوفن الغله وجسم الصعيد وتشوف خيره هترى ما يسر العين. لقاؤكم يسر العين يا شيخ العرب. بلغ سلام الكبار يا ابو الدهب وقول لهم شيخ العرب امام امير الصعيد سلاله الهماميه كبير عواره ركن الغلبان وملجأ الفقير يجدد لكم التعازي وحسن الذوق اللي خلاهم يبعثوا مملوك عظيم زيك. شرفت. لو ليك في الدخان يا شيخ اسماعيل احنا ممكن ناخد بعض الانفاس في ضيافتك. وماله يا بيه تشرفوا مضايفنا. اتفضل. شرفت يا بيه. شيخ اسماعيل في شرف صحبتكم الى النهايه. في امان الله. انتوا عايشين في خير عظيم شيخ اسماعيل. والله يا بيه الخير العظيم بالرجال مش بالمكان. بمعنى ايه يا شيخ؟ يعني لولا وجود رجاله زي عم الشيخ يوسف الله يرحمه ولده الشيخ همام وحبهم لناسهم ما كنت شفت الخير اللي انت شفته. فهمتك يا شيخ اسماعيل فهمتك. انتوا عزوة. كل ما افكر في حكاية انكم عيلة واحدة واولاد عم مع بعض تأخذني الدهشة الحقيقة. احساس ما جربتوش من قبل كده يا شيخ اسماعيل. برضو يا بيه ما يجمعش اولاد العم ويعمل العزوة الا وجود كبير. وانت يا شيخ اسماعيل؟ انا ايه؟ كبير ولا تابع للكبير؟ بص يا بيه احنا عندنا هنا مفيش تابع كله في ظل الكبير. كبير كلام كبير شيخ اسماعيل وفيه ادب عالي. احنا عندنا ولاء كبير للي ربونا ويظل المملوك حتى لو بقى سنجق مدين بالولاء لاستاذه الاول. اخلاق اقدر افهمها شيخ. لكن لو مصلحه عواره اختلفت ما بين شيخ اسماعيل وشيخ همام ايه يكون التصرف؟ كلامه برضه هو اللي يمشي. تمام شيخ اسماعيل تمام. اظن انكم في نفس العمر تقريبا يعني. هو أكبر مني بعشرين يوم. وعشرين يوم يعملوا كل ده يا شيخ؟ ولو هو أصغر مني هو برضه الكبير. أنا حاسس إن تواضعك وحبك لابن عمك مبني على عشم كبير في مسك المكان بعده. مفيش حد بعده يا بيه. جايز شيخ اسمعني جايز. شكرا على الأنفاس الجميلة والكلام الأجمل. واعلم إن بيني وبينك كلام كبير لسه ما خلصش. شرفت الموضوع يا فهمي. الشرف لينا يا شيخ اسماعيل. ولو تعوز اي شيء من محروسها احنا تحت امرك. احنا شايفينك كبير يا شيخ العرب. شيخ العرب همام بس. متشكرين على شعورك يا بيه. شرفت المضيفه. تفضل. جاي تهددني يا ابو الدهب؟ مش هدوك الزاد يا همام؟ ما انا هاكل اهو، انا مبطل واكل. يعني ما سالتش على درويش ولا طليت عليه؟ درويش فين هو؟ نايم جوا. جيبهولك؟ لا خليه، حرام تصحيه. سيبيه سرحان في ملكوت ربنا. وايه ردها دي؟ قلت رد الجواب بدعه وردها لازم يبقى للكل. عاوزينك رايق ومليح عشان انت بقيت ابو الكل دلوقتي. ايوه صنع ابو الكل والهم التقيل. ربنا يخفف حملك ويتقل قلبك يا رب. مالك يا ولد اليمن ساكتة ليه؟ ابدا ما فيش، شايفك ساكت قلت اقعد ساكتة. زعلتي عشان قلت لك امك تمشي؟ لا ابدا، بيتك انت حر.